قبل التفكير في إنشاء مستشفى ساينابس كنا بنحلم إنها تكون مكان يقدر يخفف الألم عن الأطفال اللي بيحسوا بيه وتكون نقطة وصل ما بينهم وما بين مستقبلهم، مستقبل خالي من المرض، تكون مكان بيقدم الرعاية الطبية اللازمة لهم من سن الطفولة لحد وصولهم لمرحلة البلوغ. وعشان كده اخترنا اسم ساينابس لأنه يبقى نقطة وصل ما بين الأطفال وما بين مستقبل خالي من المرض. احنا مش بنفكر في النهاردة، احنا بنفكر في 10 سنين قدام. عشان جيل يقدر يبني مستقبل لازم يكون اساسه قوي. عشان كده بنينا لكم مستشفى اساسها قوي، مجهزة باحدث الاجهزة للوصول لافضل نتائج العلاج لكل الحالات، سواء اللي محتاجة جراحة او اللي مش محتاجة جراحة، من جميع انحاء مصر والوطن العربي. لما فكرنا نفتح مستشفى ساينابس كان هدفنا ان احنا نساعد كل طفل يعيش حياته بصورة طبيعية وصحية، وعلشان كده احنا بنوفر في المستشفى جميع خدمات علاج الامراض العصبيه والنفسيه للاطفال، وبكده احنا بنديهم الرعايه اللي هم بيستحقوها وبنوصلهم لمستقبل افضل. رؤيتنا في ساينابس ان احنا نوفر مستقبل امن خالي من الامراض لاولادنا. عشان كده اهتمينا ان احنا نوفر كوادر طبيه متخصصه للتعامل مع الحالات الحرجه للاطفال وتوفير الدعم النفسي ليهم عشان ناخد بايدين ولادنا للمستقبل. بنوعدكم ان مستشفى ساينابس تكون هي دايما الاختيار الاول لعلاج جميع الامراض العصبيه للاطفال، واننا نكون الامل اللي محتاجاه كل اسره لمساعده اطفالها ان هم دايما يكونوا بصحه افضل. هدفنا الأساسي في ساينابس هو الاهتمام بالصحة النفسية والعصبية للأطفال، وبنقدم لهم ده على أعلى مستوى، وعشان إحنا عارفين إن تعبهم ملوش وقت، فإحنا متواجدين على مدار 24 ساعة علشان نقدم لهم الرعاية اللي هم يستحقوها.